برحب بحضراتكم مشاهدينا في فقرة الصحافة وأهم ما ورد في الصحف اليوم من أخبار. لكن في البداية طبعا لازم أرحب بضيفي العزيز اللي بيشرفني بينورني في هذه الفقرة، وهو الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ عبد المجيد الشواتفي. أستاذ عبد المجيد، أهلا بك يا فندم. أهلا بك يا أستاذ. أهلا بحضرتك. النهاردة إن شاء الله معنا مجموعة من الأخبار الهامة جدا اللي طبعا بنتشرف بتعقيب حضرتك عليها بإذن الله. ونبدأ مع مشاهدينا أول خبر: السيسي يوجه ببدء تنفيذ الكيان الرياضي بالعاصمة الإدارية وإنجازه في 2017. اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي امس بالسيد المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضه واللواء كمال الوزير رئيس الهيئه الهندسيه للقوات المسلحه. وصرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسه الجمهوريه بانه تم خلال الاجتماع عرض التطورات الجاريه بشان مشروع انشاء كيان رياضي بالعاصمه الاداريه الجديده على مساحه 93 فدانا، حيث قام السيد وزير الشباب والرياضه بعرض التصميمات التي تم الاستقرار عليها وفقا لأفضل المواصفات العالمية، بما يؤهل على استضافة كبرى المسابقات الدولية، وكذلك تحقيقا لعدة أهداف تتضمن التشجيع على ممارسة الرياضة وإتاحة استخدام المنشآت الرياضية على مدار العام لتعظيم الاستفادة منها. تعقيب حضرتك أستاذ عبد المجيد على هذا الخبر. هو طبعا الخبر ده هو مهم طبعا بالنسبة لقطاع كبير من الشباب، إن يبقى فيه كيان رياضي، وهو المقصود بيه انه يبقى كيان رياضي داخل العاصمه الجديده. تمام. رغم ان احنا بسم الله ما شاء الله العاصمه الحاليه مليئه، يعني عندنا استادات وعندنا قاعه المؤتمرات وعندنا يعني النوادي على مستوى الحقيقه عالي جدا ومشرف. مستوى عالي طبعا. والنوادي الكبيره اللي دخلت دي في الساحه المصريه وبقت منتشره، يعني حتى النوادي المشهوره الاهلي والزمالك بدا ينافسها في حاجات نوادي زي دجله وغيره، نوادي عاديه كمان وكلها بتمارس الرياضه للشباب. لكن انا كان بودي الحقيقه ان بدل ما نفكر في الكيانات الانشائيه فكر في بناء الشاب نفسه. اولا المراكز الشباب دي منتشره على مستوى القرى كلها، في جميع قرى مصر ما فيش قريه الا ما فيها مركز شباب. تمام. طيب احنا ما هو ده مبنى منشا، لكن هل اللي بيتردد على هذا المبنى بقى مستوى الشاب اللي احنا عايزين ناهله لانه يمارس دوره في الحياه العامه والاجتماعيه وحتى في الانشطه الرياضيه؟ صحيح. قطعا لا. ليه؟ لان مراكز الشباب اللي في القرى عباره عن مباني اداريه صغيره مش متوفر في كلها ولا نصها ولا ربعها، اللي هي ايه مثلا الملاعب اللي هي الارض اللي يمارس عليها النشاط الرياضي، فبيبقى كله محصور في عملية إدارية، وإذا كان حتة مكان صغير يمارس عليه بعض الألعاب. إحنا لو اهتمينا بدي الأول إحنا هنخلق بقى الجيل ده هيكتر ويبقى كتير ويفرخ عناصر كويسة مطلوبة في الشباب وفي الرياضة، زائد إن الرياضة أساسا دي العملية دي كانت بتمارس في المدارس أولا، يعني صحيح. يعني كان المدارس في منهج تربية رياضية وكان في حصص مقرره للتربيه الرياضيه، كان في بطولات رياضيه كتير خاصه في المدارس، وكان في بطولات المدارس. دلوقتي كل ده توقف واصبحت العمليه قاصره، والراي العام كله بيهتم بيه بكره القدم والدوري الممتاز ودوري البتاع والكلام ده كله، ومين الاول والترتيب وهكذا. بس يمكن يا فندم من مميزات تنفيذ طبعا كيان رياضي بالعاصمه الاداريه ان يعني ده هيتيح الفرصه ان مصر ممكن يقام فيها كتير من البطولات الرياضيه العالميه والدوليه. تمام. هو الهدف كده انه ده الهدف الاساسي منه، ودي اصلها عمليه مستقبليه، ما هيش عمليه يعني هتخلص يوم وليله، يوم وليله دي هتاخد لها على الاقل 5-6 سنين عشان يبنى هذا الكيان الضخم على اغرار الاستادات اللي بره. اذا كنا يعني بنطمح بقى او هنقلد دول صغيره ان احنا ناخد كاس العالم عندنا ويجي يلعب، ولازم تبقى متوفره الملاعب، لكن هو في حد ذاته خدمه للعاصمه الجديده، لان هتبقى عاصمه كبيره زي دي وما فيهاش مجال رياضي واسع طبعا مش هينفع، فكان لابد منها. هي صحيح مش حتميه ولا ضرورية حاليا، لكن من مقومات العاصمة الجديدة يبقى فيها هذا الكيان الرياضي. نعم.
طب نروح مع حضرتك ومع مشاهدينا لخبر جديد. رئيس الوزراء: الحكومة تعطي أولوية كبيرة لتوفير الأدوية. قال المهندس شريف إسماعيل لرئيس مجلس الوزراء في تصريحات صحفية مساء أمس أنه قد تم التوصل لتصور نهائي حول حل أزمة الأدوية، وجاري التنسيق حاليا مع شركات الأدوية وأعضاء مجلس النواب في هذا الشأن. وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تعطي أولوية كبيرة لتوفر الأدوية، منوها إلى أن الأسعار ستكون مقبولة جدا. تعقيب حضرتك أيضا يا فندم على هذا الخبر الخاص بالأدوية، وإحنا كلنا عارفين طبعا أن في يعني جدل واسع جدا حول الأدوية في مصر وأسعار الأدوية. هو مش جادل بس يا أستاذ مها، هو الحكومة تناقضت مع نفسها أكتر من مرة فيما يتعلق بالأدوية. من البداية خالص قعدت تقول لا مفيش، مش هنزود السعر والأدوية متوفرة ومش هنعمل إيه، ورجعت تراجعت تاني وقالت لا ده هنزود، وبدت التصريحات بنسب مختلفة لغاية ما وصلت إلى 50% و60% كلام بالزيادة. النهاردة مع احترام رئيس الوزراء بيقول انها هتبقى اسعار مقبوله، ما فهمش مقبوله على اساس ايه؟ على اساس حاجه المواطن البسيط اللي هو يعني يقدر يجيب الدواء، ولا على اساس حاجه الايه؟ الغني اللي هو يقدر ياخد المستورد بسعر غالي. وفي نفس الوقت طب ما انت زودتها طبيعي، يعني هتبقى مقبوله ازاي؟ ما هي اللي حاصل في البلد دلوقتي ان كل حاجه عماله ترتفع اسعارها بلا مبرر وبدون اي تنسيق حتى مع الدوله. هو يمكن اللي دخل مجلس الوزراء لما حصل الشركات ونقابة الصيادلة وقفت والصيادلة عملوا تجمع وقالوا كاني وماني، فبدأ يحدث الكلام في هذا المجال. ان احنا يعني هو ما فسرش اولا الأدوية دلوقتي بقت في سوق بيعاني عجز في كثير من الأدوية، وخاصة مع عملية الاستيراد. الاستيراد عايز عملة أجنبية. طيب احنا ليه ما احنا كنا عندنا شركات أدوية كتيرة جدا؟ معرفش ايه السبب في انها توقفت. هو طبعا يا فندم احنا عارفين ان احنا بنستورد حوالي 90% من الماده الخام الخاصه بالادويه، وكان في تصريح لوزاره الصحه بان يعني ممكن يكون في اعفاء للادويه المستورده من الخارج، اعفائها من ضريبه القيمه المضافه، واعفاء تحديدا الماده الخام اللي بيتم استيرادها. فده قد يكون حل لازمه الادويه، خصوصا مع الخلاف اللي حاصل بين طبعا الوزاره وبين نقابه الصيادله، ان هم كانوا عايزين يعملوا وقفه احتجاجيه وعايزين يمتنعوا عن العمل خلال اليوم لمده 6 ساعات، وده كان هيسبب بشكل كبير جدا رفع في اسعار الدواء. ده كلام جميل جدا يا استاذه مها، لكن انا بتكلم على سياسه الوزاره من البدايه. صحيح. من البدايه هي الوزاره قعدت تتناقض مع نفسها وتناقض مع المجتمع بصفه عامه. الدواء النهارده احتياجاته تتعادل مع الغذاء تماما، يعني مفيش واحد يمكن في مصر بيجيب. احنا محتاجين ان يبقى في سياسه عامه اولا. صحيح. زي ما ذكرت انت ان الخامات المكونه للدواء بتستورد. طيب حصل كلام ان هم عايزين اعفاء من الجمارك واعفاء من الضرائب. طيب اذا كانت كل فئه هندخل فيها في الاعفاء، طب ما احنا من باب اولى بدام احنا هنعفي من الضرائب ونعفي من، طب ما دي كله بأثر على الاقتصاد بتاع الدوله. ليه ما نركزش على ان احنا ننتج هذا الدواء وندعم شركات الانتاج؟ ممكن اللي بينتج محلي نعفيه بجزء من الضرائب لغايه ما يقف على رجليه ولغايه ما يحقق انتاج يكفي، وبعد كده نبقى نشوف. يبقى في الحاله دي بنمنع الاستيراد وبنوفر العمله الصعبه، وفي ذات الوقت بنوفر فرص عمل في هذه الشركات الجديده. يعني احنا في النهايه محتاجين ان احنا يكون في تنسيق يعني واضح وتنسيق قوي جدا بين شركات الادويه، بين وزاره الصحه، وبين ايضا الصيادله ونقابه الصيادله، علشان نعدي من هذه الازمه وما تتفاقمش في الفتره القادمه. طيب نروح مع حضرتك يا فندم لخبر اخر. وزير الزراعه: نقف على مسافه واحده من مرشحي نقابه الزراعيين. قال الدكتور عصام فايد وزير الزراعه واستصلاح الاراضي ان الوزاره وجميع الهيئات والقطاعات التابعه لها تقف على الحياد من انتخابات نقابة المهن الزراعية التي ستجرى في نهاية يناير المقبل. وأشار فايد إلى أن الوزارة لن تدعم أي من المرشحين على أي مقاعد في هذه الانتخابات، كما تقف على خط واحد ومسافة واحدة من جميع المرشحين، لافتا إلى أنه لن يسمح بتوجيه العاملين بالوزارة لانتخاب انتخاب احد من هذه الانتخابات. تعقيب حضرتك طبعا على هذا الخبر الخاص بانتخابات طبعا نقابة الزراعية. طبعا هو الوزير الدكتور عصام فايد يعني الحقيقه هو ابدع في هذا، لان احنا مش عايزين، لان ده تكتل مهني. صحيح. ونقابي وكلهم ابناء وزاره الزراعه. طبعا طيب هنميز بينهم ليه؟
وننقي الناس اللي قايلين. هنقول بقى اللي يبقى مؤيد للوزير ولا اللي معارض للوزير، ده مش حزب، ده كيان مهني، ويجب ان النقابه تبقى تمثل كل الناس، ويبقى اختيارها اختيار فير، بحيث ما يبقاش فيه اي تدخل لا من جانب الوزاره ولا من جانب الدوله ولا من جانب، وخاصه ان كمان انه هيشرف عليه، هيبقى فيه اشراف قضائي على هذه طبعا المتخبات. في ثقه كبيره جدا في القضاء، يبقى إذن في ضمانه اهيا، ضمانه الحياد. يبقى بقى حياد الاجهزه بتاعت الوزاره نفسها صحيح، والعاملين فيها، وان ما يبقاش فيه تمييز للعاملين مثلا في الديوان عن العاملين في الادارات الزراعيه عن العاملين في مركز يكون في مساواه طبعا، يبقى الكل ياخد فرصته، واللي الناس اللي هم الجمعيه العموميه شايفه ان هو اللي هيؤدي الخدمه المهنيه الصح ويخدم، لان في الاول والاخر النقابه دي لها شقين في العمل، شق مهني وشق خدمي، انها صحيح بتخدم. زي ان احنا عايزين بقى نقول الكلام اللي قاله الرئيس على اكثر من مره في الايام اللي فاتت دي، وهو لا مجامله ولا محاباه طبعا في مكافحه طبعًا الفساد. صحيح، هو كون ان الجهاز يتدخل عشان يجيب ناس معينه في تشكيل معين، ما هو ده نوع من الفساد برضه، لانه هيجيب قطعا اللي هم يعني موالين له او اللي هو عايزهم يبقوا في هذه المكانه، وبالتالي هيبقى يبعد ناس يمكن يكونوا اصحاب حق واصحاب خبره واصحاب مكانه افضل، فده نوع من الفساد. فيا ريت ان شعار الرئيس ده يطبق، واعتقد على حسب كلام الدكتور عصام فايد ان هو هذا هيطبق في هذه طبعا. هو دكتور عصام فايد وزير الزراعه طبعا هو مشكور على موقفه الحيادي بخصوص هذه الانتخابات، وهو الحقيقه اكد على أنه بيثق بشكل كبير جدا في الهيئه المختصه بالاشراف على الانتخابات، وطبعا بيثق بشكل كبير جدا في القضاء ايضا اللي بيشرف على هذه الانتخابات. بنتمنى طبعا كل التوفيق لكل المترشحين لانتخابات طبعا نقابه المهن الزراعيه. طيب خبر جديد يا فندم معانا، خطه هيكله متكامله لشركات قطاع الاعمال. شدد الدكتور اشرف الشرقاوي وزير قطاع الاعمال على ضروره تصحيح الهياكل التمويليه للشركات بشرط ان يكون في اطار خطه هيكله متكامله تهدف الى تحسين موقف الشركات لتبدا في تحقيق عوائد. كما شدد الوزير على صوره الانتهاء من تحديث دراسات الجدوى لكل المشروعات الاستثماريه الجديده واعمال التطوير في ضوء المتغيرات الاقتصاديه المختلفه، وبصفه خاصه أسعار الصرف وتكلفة التمويل المطلوبة. تعقيب حضرتك أيضا أستاذ عبد المجيد على هذا الخبر. شوف بقى، هو القطاع الأعمال ده طبعا الفترة الأخيرة السنوات اللي فاتت أو العقود الثلاثة الماضية حصل أنه في انهيار في قطاع الأعمال. في شركات قطاع أعمال كتير تم بيعها تحت إطار نظام الخصخصة الإطارة. في شركات ضعف إنتاجها، في شركات توقفت نتيجة لمشاكل، يعني زي ما كنا بنشهد في الأيام الأخيرة عملية شركات الغزل والنسيج في المحلة الكبرى والإضراب والبتاع والتوقف عن الإنتاج وهكذا، واحتياجاتهم ومشاكلهم في الأجور والمرتبات والحوافز وغيره. فالقطاع الخاص بيعاني فعلا مشاكل كثيرة جدا، ومحتاج إعادة الهيكلة على ضوء إن هو ده المفروض إن هو المساهم الرئيسي في احتياجات الدولة، لأن واللي هي هتعتمد عليه بصفة خاصة في توفير احتياجات الناس، لأنه القطاع ده في كل نوعيات الحياة، الملابس والأغذية والصناعات التكميلية وخلافه كثير، فمحتاج فعلا لإعادة الهيكلة على أساس يبقى ياخد قوة دافع تانية، ويبقى قوة اقتصادية في جانب الدولة يدعمها في احتياجاتها، لا بالتالي لأنه هيوفر عليها زي ما قلنا برضو عملة صعبة، هيوفر يمنع الاستيراد، هيوفر فرص عمل اكتر، لان احنا برضو لازال الشعب بتاعنا بيطمح دايما الحاجة اللي الحكومية يشتغل فيها، مش عايز القطاع الخاص، وخاصة ان القطاع الخاص له كثير من المشاكل، ما فيهوش استقرار الى حد ما، بيدور على الاستقرار، بيدور على الاجر الثابت، بيدور على طريقة العمل واسلوبه وفترته وهكذا، فبيبقى مريح له اكتر من. ففعلا الدكتور الشرقاوي ده في هذا هو يعني نأمل ان هو يحقق فعلا الغرض المستهدف، وانه تبقى في خطة فعلا لمناقشة كل مشاكل القطاع العام واحتياجاته، وإعادة هيكلة له إدارية ومالية وكل حاجة، خاصة في ظروف ارتفاع العملة دي، لما يبقى ده ينجح في هذا هيبقى مساهم في دعم الاقتصاد وتوفير العملة الأجنبية للدولة. نروح لخبر آخر خاص به أيضا الزراعة. لجنة الزراعة بمجلس النواب تبحث ثلاثة ملفات تتعلق بالفلاحين.
تعكف لجنة الزراعة والأمن الغذائي بمجلس النواب خلال الفترة الحالية على مناقشة ثلاثة ملفات رئيسية تتعلق بالفلاحين، وهي رفع غرامات الأرز عن المخالفين، وخطة الوزارة للتعامل مع موسم القمح المقبل، وأخيرا زيادة سعر توريد محصولي قصب السكر والبنجر. وكانت لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي بمجلس النواب عقدت عدة اجتماعات خلال الأسبوع الماضي لمناقشة رفع غرامات الأرز عن الفلاحين وزيادة توريد قصب السكر والبنجر القمح واستعداد للموسم المقبل، وفي إطار البحث عن آليات عملية لتفادي أخطاء العام الماضي. طبعا ده يمكن خبر مبشر لكثير من الفلاحين، وتحديدا فلاحين الأرز وأيضا فلاحين زراعة طبعا قصب السكر والبنجر. أولا ده الخبر ده يعني هو مهم جدا، وخاصة في الظروف اللي احنا فيها بنعاني مشاكل كثيرة جدا في إيه؟ في السلع اللي هي دي. صحيح. السلع الزراعية. ثاني الحاجة الأهم في الأول عايز أقولها الحقيقة، عايزين يعني نمحو بقى وننسى كلمة فلاحين دي ونقول المزارعين، لأن ما عادش الفلاح التقليدي المصري اللي كان أيام زمان بيطلق عليه لقب فلاح ما عادش موجود دلوقتي، كله مزارع. كان الفلاحين دول بيطلقوا على مين؟ على الناس اللي هم بيشتغلوا عند صاحب الارض. ما عادش النهارده الفلاح بقى هو صاحب الارض، واللي كان صاحب ارض تحول الى ايه؟ الى حاجه ثانيه. فاحنا دايما المفروض نطلق لقب المزارع والمزارعين. ده يبقى افضل عشان نمحو الكلمه دي، لان في كثير من الناس بتستاء منها. يعني ايه فلاح؟ لا ده بقى دلوقتي الفلاح المثقف يعني، فيبقى خليله لقب مزارع. الثلاث ملفات اللي ذكرتيهم يا استاذه مها دول في غايه الاهميه، لان هم من ضمن يعني احنا في ازمه طاحنه ومستمره حتى الان، مش عايزين يعني ندفن رؤوسنا في الرمال فيما يتعلق بالسكر. الثاني الرز على وشك ان هو يبقى في ازمه هو الاخر تماثل السكر. ليه؟ نتيجه برضه لان السياسه بتاعت وزارتنا الحاليه غير مستقره. لما الرز ده يجي طلبوا يشتروه من الفلاحين عملوا له سعر 2400 جنيه ثم 2600 جنيه ثم 3000 جنيه. طبعا دي كلام يعني، طبعا الناس باعت رجعت ترجع تاني تتندم. زائد ان في سوق موازيه هي اللي بتسهم في هذا. احنا عايزين السلع الرئيسيه يبقى فيها تحكم فيما يتعلق بالدوله بالذات، السلع اللي هي فيها المشاكل السكر والرز والقمح. والقمح طبعا ده هو المشكله الرئيسيه. فاحنا عايزين اولا التسعير يجب ان الدوله تتبناه من قبل المحصول، وتعلن اقصى يعني تشوف هي بتستورد الرز بكام وبتستورد القمح بكام. طيب ما انا اشوف تكلفته واديها للفلاح نفسه او المزارع نفسه عشان ما نقولش فلاح تاني، بحيث ان انا اشجعه وادفعه ان هو لما يلاقي سعر كويس اعتبر ان ده دعم للسلع دي. اعتبر لما ازود له حتى السعر اكتر من تكلفة المستورد هشجعه هيزرع. يقول لك ما كانت الناس ايام زمان كلها تقول لك عايزين نزرع قمح نزرع قطن، دلوقتي كله تلاشى ما عادش لا في زراعة قمح. هو صحيح يا فندم في كتير جدا من المزارعين بيدعوا تاني ان ترجع تاني الزراعة التعاقدية. تمام. ده اللي بيناقش حاليا، وده اللي الدولة بتسعى ليه، ان هي ترجع الزراعة التعاقدية وتحديدا بالنسبة للمحاصيل الرئيسية والاستراتيجية عشان تضمن للمزارع والفلاح ان هو يجيله الربح المطلوب، وكمان تحميه من تلاعب كتير من التجار، وده الأهم. والله هي لو عملت كده الدولة دي الحكومة دي هنديها جايزة. صحيح. بس للاسف انها التفكير اللي انت بتقوليه ده يعني انت بتستبقي بيه الحكومه، لكن هي ما فكرتش فيه. هي دلوقتي عماله بتعالج مسكنات. لما هو في الموسم اللي فات الرز يعمل فيها الاسعار دي والناس، وخلى الناس تشتري الناس بره السوق اشترت بقى الرز بسعر اغلى وبالتالي حجبته. ليه؟ خدوه هم عشان يحققوا فيه مكسب. طيب يبقى اذا الفلاح بيعتبر نفسه انه خسر، باعه بسعر اقل. كذلك القمح، القمح لما الدوله بتشتريه ب 400 جنيه ايه المانع انها تشتريه ب 600؟ وايه بحيث ان الناس تزرع بما يكفي حاجه الاستهلاك كاملا وما احتاجش، يبقى وفرت عمله صعبه وحققت انتاج عني، مش كل شويه يطلع رئيس الوزراء او وزير التموين يقول انا عندي احتياطي يكفيني 3 شهور وبعد شويه لا ده انا عندي احتياطي في السلعة دي كفيني 4، لا في السلعة دي عندي كفيني 6 شهور. يعني ازاي بقى انت عايش
بالقطاره كل شويه، عندي 3 شهور، عندي 6 شهور، عندي 4 شهور، ما ينفعش. لنفرض ان هناك ازمه طرأت في عمليه الاستيراد، القمح اللي انت عامله والست شهور اللي عندك خلصوا، تعمل ايه؟ يبقى ايه الموقف؟ ودي حصلت في عهد جمال عبد الناصر. نعم. كان فيه اتفاقيه لاستيراد صفقه قمح من امريكا، وجات امريكا في اخر لحظه رفضتها. اللي حصل كان الاتحاد السوفيتي مع عبد الناصر ادوا تعليمات لسفن موديه لدوله ثانيه حولوها على مصر. فنرجو ان يبقى الدوله باصه للمستقبل وايه اللي ممكن يتعرض له. وهي طبعا خطوه جيده جدا من لجنه الزراعه بمجلس النواب طبعا، ان هم يهتموا بحل ازمه الارز، وان يتم السعي وطبعا ابداء الكثير من الاراء حول زياده سعر توريد قصب السكر لحل ازمه السكر زي ما حضرتك قلت. احنا بنامل طبعا ان هذه الامور اللي بيتم مناقشتها في مجلس النواب وتحديدا من قبل لجنه الزراعه، ان طبعا يكون ليها مردود جيد في الفتره القادمه، وان يتم ده تطبيقه طبعا من الحكومه في الفتره الجايه. طيب اروح مع حضرتك يا فندم لي خبر جديد، بذل كافة الجهود التي تهدف إلى تهيئة مناخ جاذب للاستثمار. أكد المهندس شريف إسماعيل لرئيس الوزراء حرص الحكومة على بذل كافة الجهود التي تهدف إلى تهيئة مناخ جاذب للاستثمار من خلال العمل على إقرار عدد من القوانين والتشريعات التي تحقق ذلك، والتي ستسهم في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتعمل على رفع معدلات النمو الاقتصادي وزيادة معدلات الإنتاج المحلي، مما يوفر المزيد من فرص العمل الجديدة وتشجع على تصدير وزيادة التنافسية، هذا بالإضافة إلى تحقيق التنمية المستدامة في مختلف القطاعات. احنا دائما بندعو للاستثمار، بندعو ان يكون في يعني تنمية مستدامة بشكل كبير علشان ننهض بالدولة وبقطاعات طبعا الدولة فندم في الفترة القادمة. تمام. طبعا الاستثمار ده ما هو دلوقتي هو عصب الاقتصاد. صحيح. والكلام عليه كتر في الآونة الأخيرة جدا، لدرجة ان الرئيس قال عمل مجلس اعلى للاستثمار برئاسة رئيس الجمهورية، وفي نفس الوقت في قانون مطروح بقاله مدة واتقال ان في ده حوافز للمستثمرين وتسهيلات وغيره بما يشجع الاستثمار المحلي والاستثمار العربي والاجنبي. طب ايه اللي مؤخر العملية؟ ايه التقاعس سببه في عدم اصدار القانون من ناحية بما فيه من مزايا وتسهيلات هتجذب المستثمرين أو وتعمل تنمية مستدامة كما ذكرتي، محلية أو عربية أو أجنبية؟ نعم. نأمل أن البرلمان ينهي هذه الإجراءات بالسرعة المطلوبة. صحيح. ولا يبد أن مجلس الوزراء يبقى هو اللي محفز للبرلمان، أن دي احتياجات المرحلة واحتياجات الاقتصاد، فعايزين القوانين دي تطلع، لأن احنا فعلا محتاجين يعني أشد الحاجة أن يكون في جذب بشكل كبير جدا للمستثمرين داخل مصر والمستثمرين من الخارج، علشان طبعا يعني نعدي من الأزمة اللي احنا بنمر بها، ويكون في طبعا رفع للمستوى الاقتصادي المصري بشكل كبير. طيب. نعم. نروح لخبر جديد أيضا، الانتهاء من توزيع حصص السكر بالمحافظات خلال 2 يوم. أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية أنه تم توزيع 160 ألف طن سكر منذ بداية شهر ديسمبر على 35 ألف بقال تمويني وأفرع جمعياتي والمنافذ التموينية لتوزيعها على المواطنين المقيدين على البطاقة التموينية، كما تم تخصيص نسبة لتوزيعها بالأسعار الحرة في المجمعات الاستهلاكية وفروع شركات الجملة بالمحافظات بسعر 10.5 جنيه للسكر الحر و7 جنيهات للبطاقة التموينية. طبعا خبر خاص ب طبعا السكر، هو عوده للسكر تاني، وازمه السكر اللي استفحلت في مصر دي بقت تشكل يعني خطر على الناس كبير جدا. اولا تصريحات الوزير دي، او اذا كانت تصريحات رئيس الوزراء، فدي هو اتقالت 100 مره طرح كميات كده، وللاسف الناس ما بتلاقيش في البتاع. ولذلك هو في الخبر بيقول ايه؟ عند البقال التعاوني التمويني. تمويني. نعم. ده زائد الجزء اللي بيسميه حر وعامل له سعر 10 جنيه طبعا في منافذ البيع بشكل عام ومجمعات لا الاستهلاكية. مش في بيع بس، هو حددها في مجمعات الاستهلاكيه، المجمعات الاستهلاكيه دي اللي هي اصلا برضو بتوزع التمويني. فكل الناس اللي بتروح يقول لك لا ما فيش غير بتاع التمويني، وفي ناس بقى متخصصه النهارده تقف عند المنافذ اللي فيها الحر، لان الحر هو مش طرحه في كله، مش طرحه عند البقالين ولا عند مثلا السوبر ماركت الصغير ولا البتاع، لا طرحه في اماكن معينه اللي هو بيقول ايه؟ المجمعات الاستهلاكيه وجمعياتي والمنافذ الخاصه بالقوات المسلحه. دي الناس بتروح ما بتلحقش، اللي بيروح عايز يجيب محتاج فعلا بيروح يقول له خلص. ليه؟ لان في ناس محترفه تجميع السلع، والجشع عند التجار الكبار انه
بيبعت ناس ويلم هذا عنده عشان يبيعه هو بطريقته الخاصة. نأمل ان يبقى. والرئيس برضو قال اكتر من مرة تشديد الرقابة. صحيح. للأسف ان احنا بنعاني في هذه الأزمات من عدم وجود الرقابة الكافية وعدم ان التوزيع يبقى توزيع عادل، ما يتحطش في أماكن معينة، لأن مثلا حي ولا مدينة على بعضها تحط في مكانين ثلاثة، طب إزاي هم الناس هتوصل إزاي أو تتمكن؟ يبقى لازم في توزيع عادل يشمل يوفر في كل المناطق بحيث ما يعملش أزمة. والحاجة الثانية الرقابة، والرقابة الشديدة جدا والتسعير، وأنا مش عارف إيه الخوف من إنهم يعملوا تسعيرة جبرية ولا مش جبرية ولا تسعيرة شديدة، بس يبقى في التزام بيها وجهاز الرقابة كلها تسيطر على ان هذا يطبق. واحنا طبعا اهم حاجة تهمنا ان الدعم يصل لمستحقيه، لان في ناس كتيرة جدا يعني ما تستحقش الدعم ووضعها المادي ممكن يكون كويس جدا ومعها بطائق تمونية، وده اللي بيتم دلوقتي ان في طبعا اجراء قانوني وبيتم طبعا الغاء كل هذه البطاقات التمونية. فاحنا بنأمل طبعا ان في ظل ازمة السكر مع طرح السكر في المجمعات الاستهلاكية تحديدا ومع ندرته في عدد من ايضا المحلات اللي بيطرح فيها بالسعر الحر، على الاقل يكون متوفر في المجمعات الاستهلاكيه بالسعر يعني المطروح اللي هو 7 جنيهات والناس تقدر تشتري ببطائق التموين. طيب خبر جديد ايضا خاص بحلب والموصل. حلب والموصل تحتفلان بالكريسماس بعد طرد داعش. احيا الملايين حول العالم قداس اعياد الميلاد ووسط اجراءات امنيه استثنائيه في عدد من الدول الاوروبيه التي شهدت مؤخرا تزايدا في الهجمات الارهابيه وعوده تاريخيه لاحتفالات الاعياد في مدن حلب وحمص السوريتين والموصل العراقيه بعد تطهيرها من تنظيم داعش الارهابي. وشهدت حلب السوريه عوده الاحتفالات السوريين الكاثوليك بالاعياد في كاتدرائيه القديس الياس بعد انقطاع دام 5 اعوام. تعقيب حضرتك يا فندم. هو طبعا بالنسبه لحلب ده هو عيد انتصار وتزامن مع الاعياد فاعاد لهم البهجه اكتر. صحيح. لأن الناس دي محرومة من 2011، يعني أكتر من 4 سنين أو 5 سنين داخلين محرومين من الاحتفال بالأعياد، زائد أن الكنائس بتاعتهم كلها طبعا دمرت في أثناء العمليات القتالية الموجودة. فبعد استعادة حلب بالكامل وتحريرها من داعش والجماعات المسلحة الأخرى، الشعب حلب حاسس أن الفرحة مزدوجة أنه يستعيد مكانته في بلده تاني ويستقر فيها، وفي نفس الوقت جاية مناسبة لتلك الأعياد، فالاحتفال بيبقى احتفالين مع بعض، وخاصة أن هم دي الطائفة الكاثوليكية اللي هي موجودة أكثر الأغلبية في حلب وكذلك في البصرة في العراق، دول الكاثوليك لأن هم احتفالهم اللي بيبدأ من 25 ديسمبر. فده وكذلك البصرة نفس الشيء برضو على أساس طرد كثير من الدواعش في البصرة خارجة، فالاحتفال مزدوج عندهم، وإحنا بنتمنى أن كل المناطق في سوريا وفي العراق تتحرر من هذا الوباء الذي ظهر بلا مقدمات وكأنه أصبح جيش احتلال قادم من أين لا أحد يدري، يعني أن تنظيم كهذا ويوصل لمرحلة أنه بحارب بأسلحة كبيرة وأسلحة حديثة ويحتل مدن كاملة وأكثر من نصف العراق كانت محتلة وسوريا. فنتمنى إن شاء الله ان على 7 يناير يكون احتفالات اكتر. طب راي حضرتك برضو في يعني اقامه الاحتفال بعيد الميلاد المجيد الخاص بالمسيحيين الكاثوليك هنا في مصر طبعا ليله 25 من ديسمبر، ويعني اقامه الاحتفال ده في نفس الميعاد المحدد من كل سنه، حضرتك شايف الى اي مدى ده يعتبر تحدي كبير جدا للارهاب اللي احنا بنشهده في مصر خصوصا بعد طبعا الحادث الاليم حادث الكنيسه البطرسيه؟ طبعا هو جاي زي ما قلت يا استاذ مها انه في ضوء الحدث بتاع الكنيسه البطرسيه ان جه الاحتفال الكاثوليك 25 ديسمبر وهم بالفعل اقاموا قداس ضخم كبير، وده بيؤكد مش تحدي بس ان هم مستعدين للمواجهه ايا كانت. صحيح. يعني لا يخافوا شيء ولا يعملوا اعتبار لاي احد ولا هم حاسين ان هم مهددين من جانب حد، لانه حسوا ان الدوله والشعب كله واقف معاهم. وعلى ضوء هذا ان الرئيس عشان برضه الاحتفال الارثوذكسي باعياد الميلاد وعيد 7 يناير ان الرئيس ادى توجيهات برضه من يومين ان لابد انها تنتهي قبل
7 يناير ويمكن حددوا يوم 3 على 3 يناير اه فعلا سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي ادى تعليمات وتوجيهات للهيئه الهندسيه للقوات المسلحه ان يتم ترميم طبعا وتجديد الكنيسه البطرسيه الكنيسه على اساس يتم فيها الاحتفال برضو عشان يبقى نوع من انواع اظهار القوه في مواجهه ما حدث وفي مواجهه هؤلاء المخربين ولاشعارهم بان الدوله واقفه معاهم وانا اعتقد ان الرئيس هيحضر هذا القداس في 7 يناير يعني. طب احنا عرفنا طبعا ان القداس يوم ليله 25 ديسمبر يعني اقتصر فقط على بعض الصلوات، يعني كان بيبقى فيه طبعا بعض المراسم الاحتفاليه المعتاده، ده ما تمش السنه دي طبعا حزنا على الفقداء اللي راحوا طبعا في حادث الكنيسه البطرسيه. هي مشاركه منهم لان هم كلها طائفه مسيحيه واحده طبعا، لكن دي مذاهب زي ما عندنا احنا برضه في المسلمين في مذاهب، فهم مذاهبيه لكن هم كلهم يعني قوه واحده وتكتل واحد، ودي مشاركة وجدانية منهم لأسر الضحايا انهم يقللوا الاحتفالات، يعني ما يبقاش فيها نوع البهجة، هي تبقى مجرد صلوات بالمناسبة فقط عشان ايه يبقى الأداء الواجب الديني المقدس في هذه المناسبة، ولكن تقليل الاحتفالات المصدرية لمشاركة أسر الضحايا اللي حدثت في الكنيسة الأرثوذكسية البطرسية. طب حضرتك شايف الاستعدادات بقى اللي المفروض تتم امنيا من الناحيه الامنيه لاحتفالات 7 يناير ان شاء الله، ايه اللي المفروض يتم لتامين الاحتفال بشكل امن؟ هو من الناحيه الامنيه دي انا شايف ان الوزير قال شويه توجيهات، وزير الداخليه ان الحاله انه هيبقى فيه عمليه انتشار مكثفه وتامين شامل، وحتى عمليه التامين هتبقى للكنائس بصفه دائمه وخاصه في المناسبات الدينيه او في مواعيد الصلوات والقدس اللي بيقام في كل كنيسه هيبقى وهيكثف البتاع، وقال ان هو هيجيب في اجتماعات دوريه في يعني في الوزاره لا هم بيجهز لانه يعمل عمليه تامين دائم وليس لموسم الاعياد فقط، هيبقى في تامين دائم لكل دور العبادة بصفة عامة على مستوى الدولة، وتكثف فيها الخدمات الأمنية والحراسة، وطبعا هيدخلوا برضو نوع من أنواع اللي هو الكاميرات اللي هي الحديثة اللي هي بتكشف عن بعد. هو في حتى أجهزة أنا مش عارف ليه يعني عندنا ما فكروش فيها، في دول وفي دول عربية في كاميرات بتجيب على مسافات كبيرة جدا أو أجهزة بتكشف حتى المتفجرات من على بعد أكتر من 2 كيلو 3 كيلو، يعني بحيث أنها تستشعر على ما اعتقد يا فندم ان ده اللي حصل عن بعد دي ده اللي حصل بالفعل في احتفالات 25 ديسمبر، ان كان في تامين وانتشار للقوات بشكل كبير، كان في وضع لكاميرات كتير جدا على مداخل ومخارج طبعا كاتدرائيه العذراء اللي تم فيها الاحتفال، كان في منع لوقوف السيارات ودخول السيارات طبعا تحسبا لاي عمليه ارهابيه، فكان ده تأمين بصراحة كان على أعلى مستوى في الاحتفال. ما هو ده بالمناسبة احنا يعني أنا عايز إن التأمين ده يبقى دائم ومستمر على مدار العام وفي نفس الوقت هيتطلب ده إعادة نظر في المرور، حركة المرور وتحقيق الانضباط في الشارع المصري، لأن احنا عندنا انفلات مروري لا أساس لا أول له ولا آخر وبدون مبرر، يعني طب إذا كانت الناس مش عايزة تلتزم إلا بإجراءات قوية يبقى نضع الإجراءات القوية عشان لأن القانون عندما يكون حاسم ويطبق على الكبير والصغير هو ده اللي هيحقق فعلا الانضباط، وإذا انضبط الشارع المصري بالتالي هيبقى التأمين سهل وكشف اي واحد هيرتكب اي حاجه برضه يسير جدا ان هو يتم التعرف عليه، طالما ان في عمليه انضباط، ما فيش تكدس مروري في الشوارع، ما فيش شوارع مغلقه بسبب وقوف العربيات، ما فيش حركه غير طبيعيه ماشيه في الشارع، لازم تبقى كلها بالاضافه الى التامين الخدمي لافراد الشرطه والاجهزه الحديثه والكاميرات، الشارع المصري محتاج الى انضباط مروري قاسي حتى الناس تلتزم بيه وتبقى زي ما هي بتروح كده، زي ما اي حد بيسافر اي دوله عربيه بيشوف النظام ايه، في المرور بيشوف النظام ايه اللي بيروح السعوديه بيقدر يعمل مخالفه من اللي بتحصل هنا، لا يمكن واقل عسكري هناك له قيمه وخوف رهيب لدرجه ان لو واحد ارتكب مخالفه والعسكري عملها له لو ينزل يروح يحاول مع الضابط يقول له ماليش دعوه العسكري عمل خلاص انتهي، فاذا بيحقق الانضباط. اي عامل مصري لما بيروح يشتغل بره في اي دوله
بيبقى في غاية الجد والاجتهاد والمثابرة والعمل الدؤوب وفترات طويلة أكثر. ما أعرفش ليه هنا بيتراخى في كل الأمور دي. ليه؟ لأنه هو غياب القانون الحاسم وتطبيقه اللي بشدة. واحنا طبعا سمعنا عن حملة هامة جدا تحت عنوان المرور يعني مسؤولية الجميع، يعني المرور مش بس يعني دور بيقع على عاتق إدارة المرور أو شرطة المرور، لا احنا كمان احنا كمواطنين محتاجين احنا نلتزم بالتعليمات المرورية، محتاجين نغير من سلوكنا في الشوارع، يبقى عندنا انضباط والتزام. وده اللي بيحصل يا فندم بره، ان بره في عندهم قوانين بس الناس بتمشي عليها، احنا هنا لا، ممكن القوانين بتتحط ولا كأن في قانون والناس عادي جدا. انا بقول لحضرتك هي دي المشكله، المأساة، ان الثقافه الشعبيه يجب ان هي، وان دي محتاجه برضو انها في المدرسه والبيت. والمدرسه الاول لما يعني في المدرسه يتعلم او ياخد تعليمات السلوك. كان ايام زمان في على جلدة الكراس كده من الظهر مجموعه ارشادات قيمه جدا على السلوك، على الاحترام، على اسلوب العمل، على الانتظام، على احترام المدرس، على طاعه الابوين، حاجات كثيره جدا دي افتقدتها العمليه التعليميه في مصر. احنا محتاجين دلوقتي بدل الجدل يمتحن بالعربي ولا بالانجليزي، المفروض لا، انه يمتحن بالعربي، لان احنا بنأصل لغتنا. حضرتك لو سافرت بره وشفتي اي دوله اوروبيه بيبقى متقن اللغه الثانيه جدا اللي هي بتاعته، لكن ما رضاش يتكلم بيها، يقول لك كلامه، يقول لك انا لا بعتز بيها واتمسك عشان اجبر الاخر ان هو يتكلم بيها والتزم بيها. احنا عندنا العكس، محلات كلها مكتوب عليها بالانجليزي الاسامي، وكان مثلا في فرنسا ولا في انجلترا ولا في بتاع. ليه؟ ودلوقتي نيجي نقول لك الامتحان بالانجليزي، طب ما انت خلاص كده بتهدم اللغه بتاعتك وبتدمرها، وبالتالي ما يبقاش لك. ده احنا عايزين ان اللغه تبقى لغه عالميه سائده وتبقى ضمن اللغات المعتمده في الامم المتحده. بس هو يا فندم يعني حسب ما ورد عن خبر طبعا ان فرض ان طلاب المدارس الدوليه والاجنبيه يعني يؤدوا الامتحانات باللغه العربيه، كان الهدف ان يؤدوا الامتحانات باللغه الاجنبيه اللي هم درسوا بيها بدل اللغه العربيه، كان الهدف منها كما قيل هو تحسين مستوى التعليم في مصر، ان احنا مصر دلوقتي بالنسبه لترتيب التعليم على مستوى العالم مصر في في مرتبه متدنيه جدا، 88 فاحنا عايزين نرفع من مستوى الطلاب ومن كفائتهم بان هم يكون عندهم لغه اجنبيه. هقول لحضرتك يا استاذه ما، اولا انا مش رافع المستوى ان انا ارفعه فيما يتعلق بانه يتكلم لغه اجنبيه. انا ارفعه في ايه؟ في التعليم. بالعكس، ده انا لما ارفع مستواه في التعليم العربي اكتر، ما انا اعرب اللغه. ما كان في فتره في دعوه لتعريب الطب. نعم. ايه المانع؟ ده مين اللي مين اصلا اللي وضعوا اساس الطب في مصر؟ ده جابر بن حيان والمصريين. والعالم خده طوره واستخدمه. طيب احنا ابتكرنا الحاجه وغيرنا هو اللي عملها، طب ليه انا ما اخليش كل حاجه واعمل له ماله هيبقى هو معناه انه يتقن لغه؟ يعني معناها انه لازم يبقى يعمل يمتحن بالانجليزي في الرياضه وفي العلوم وفي الاحياء وفي الكيمياء وفي كل حاجه؟ ناقص بقى انتخب امتحن اللغه العربيه بالانجليزي، ما فيش غير كده. انما لا، انا ما هو اتقن لغه، بديله لغه حسب ما هو عايز، انجليزي، فرنساوي، الماني، ديا يبقى ايه جانب ان هو بثقفه ان هو لو راح اي مكان او تعامل مع حد هيقدر يتعامل بلغته، لكن مش في نفس الوقت اخليه يبقى كل المواد التانية يسود فيها اللغة الأجنبية. وإلا أنا بعمل واحد أجنبي جوه مصر، إيه مدرسة دولية يعني؟ هل في الدول العرب الأجنبية مدارس عربية؟ نادرا جدا ما ممكن نلاقي ده يعني. ماشي تلاقيها، بس مش هتلاقيها في الأوروبية أبدا، مش هتبقى متواجدة إلا إذا كانت جالية خاصة وبتعمل مدرسة في الإقامة بتاعتها وبتدرس باللغة الإنجليزية بتاعته، ما يدرسش بالعربي، بس المسمى انها مدرسه عربيه لانها تجمع ابنائها من العرب. فاحنا عايزين نتمسك بلغتنا ونقويها ونخلي الثقافه تبقى عربيه هي اللي تطغى على الثقافه الاجنبيه. صحيح. احنا بنتمنى استاذ عبد المجيد طبعا ان اي قرار بيصدر من وزاره التربيه والتعليم يعني في المقام الاول يصب في مصلحه الطالب المصري، لان ده الاهم، يعني مصلحته هي الاهم. الحاجه الغريبه انا اقول لك ان جاي الجدل ده حول العرب في الوقت اللي فيه احتفال باليوم العالمي للغه العربيه. وللاسف ان اللي بدا الاحتفال مين؟ في اليونسكو في فرنسا. مش احنا في مصر. بعديها اتكسفنا، وانا حتى في
في الاذاعه المصريه استضافوني للكلام في البتاع دي، وقلت عيب ان احنا الاحتفال يبدا في فرنسا واحنا لم نفكر. بعديها بيومين ثلاثه قالوا هنعمل احتفال باليوم العالمي. على العموم يعني لسه كل القرارات دي تحت النقاش، احنا مش عارفين ايه اللي هيجد فيها، ولكن زي ما قلت لحضرتك احنا بنتمنى وبنامل في المقام الاول ان اي قرار يصدر يكون في مصلحه الطالب المصري عشان نرفع طبعا من مستوى التعليم في مصر. انا بشكر حضرتك جزيلا استاذ عبد المجيد الشواتفي على وجودك معايا النهارده، شرفتني ونورتني، ويعني الحقيقه اثرتنا بتعقيبك على اخبار النهارده. بشكر حضرتك جزيلا. شكرا لك يا استاذ، وشكرا للمشاهدين الاعزاء ومساعدينك في البرنامج. شكرا لك. مشاهدينا فاصل قصير جدا، بعد الفاصل يكون مع حضراتكم زميلي محمد تركي في فقرة جديدة.